لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان عليه الصلاة والسلام وصولا لرحمه، فأين صلة الأرحام منا اليوم؟ كان عليه الصلاة والسلام جوادا معطاء أكرم الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فأين جود الناس في هذا اليوم الذي ساد فيه البخل؟ كان نبينا عليه الصلاة والسلام أشجع الناس. خطبة للشيخ الفاضل حسين بن علي الشراعي حفظه الله كانت بتاريخ الرابع من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 ألف الهجرة، ألقيت في مسجد السنة في سمارة، وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين عباد الله، لقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القدوة المثلى والأسوة العظمى الذي يتأسى به في أقواله وأفعاله وسائر أحواله، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لربه سبحانه وتعالى، حقق مقام العبودية على الوجه الذي أراد الله عز وجل منه، وقام بما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه حق القيام. لذلك أمرنا ربنا جل وعلا بالتأسي به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله وأخلاقه وغير ذلك. يقول ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. نعم، إن نبينا عليه الصلاة والسلام ضرب لنا أروع الأمثلة في القيام بالعبودية التي كلفه الله عز وجل بها وقام بها حق القيام، فما من باب من أبواب الخير إلا وكان عليه الصلاة والسلام هو السابق فيه، غيره الذي لا يلحقه أحد فيه في ذلك الباب. في كل أبواب الخير كان نبينا عليه الصلاة والسلام هو السابق في ذلك كله، لذلك كان هو الأسوة والقدوة، أمرنا ربنا جل وعلا بالتأسي به والسير خلفه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. يقول ربنا جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما آتاكم الرسول فخذوه واعملوا به وامتثلوا أمره
وما نهاكم عنه فانتهوا، فإن الخير كل الخير في امتثال أمره عليه الصلاة والسلام، والشر كل الشر في مخالفة أمره وارتكاب ما نهى عنه. ولذلك جاء التحذير في ختام هذه الآية بعد أن أمرنا بأخذ ما جاء به والنهي والبعد عما نهى عنه، قال محذرا بعد ذلك: واتقوا الله إن الله شديد العقاب، أي اتقوا الله فلا تخالفوا أمره ولا ترتكبوا نهيه، فإن فعلتم ذلك فانتظروا عقاب الله إن الله شديد العقاب. هذا التحذير البليغ من ربنا جل وعلا لمن خرج عن هدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولمن خالف أمره وارتكب نهيه. ولذلك معشر المسلمين، نبينا عليه الصلاة والسلام ظل طوال حياته وهو يدعونا إلى الخير ويحذرنا من الشر، يدعونا إلى ما فيه منفعتنا ومصلحتنا في الدنيا والآخرة، وينهانا عما فيه مضرتنا وفسادنا وبلاؤنا في الدنيا والآخرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت من خير إلا دللتكم عليه، ولا من شر إلا حذرتكم منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما ترك خيرا إلا ودلنا إليه وأرشدنا إلى طريقه ونبهنا على فضله وخيره، ولا ترك شرا إلا حذرنا منه ونهانا عنه وبين لنا عاقبة ذلك، العاقبة السيئة لارتكاب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فصار الخير كل الخير في اتباع أمره واجتناب نهيه، والشر كل الشر في مخالفة أمره وارتكاب نهيه. كيف لا؟ وربنا جل وعلا يخبرنا بعلامة واضحة تدل على محبته سبحانه، إن فعلنا بها كانت علامة صدق وأمارة حق على محبة ربنا جل وعلا، وإن لم نقم بها فادعاء المحبة مجرد دعوى كاذبة لا حقيقة لها. إن ربنا جل وعلا أخبرنا عن تلك العلامة التي تدل على صدق محبة الله، ألا وهي اتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتأسي به في أقواله وأفعاله. يقول ربنا جل وعلا: لقد كان لكم، يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله، أي وأنتم صادقون في هذه الدعوة، فاتبعوني. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي خاطب قومك وخاطب أمتك بهذا الخطاب: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن كنت يا عبد الله تحب الله جل وعلا حقا، فإن الله جل وعلا قد أرسل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبين لنا ما يحبه جل وعلا فنفعله، وما يبغضه فنجتنبه. فلنسر وراءه عليه الصلاة والسلام، ولنمتثل أمره ولنجتنب نهيه. أما إذا كان الأمر بعكس ذلك فكلنا يدعي محبة الله، ولكن تظهر حقيقة الادعاء عند التطبيق والعمل، إن فعلنا بما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام فالدعوى صادقة، وإن خالفنا أمره وارتكبنا نهيه فهي مجرد دعوى. إن هذا أمر ملموس حتى في واقع الناس، فإن الإنسان إذا كان يحب شخصا من الناس تراه يسارع فيما يحب، إن قال له شيء امتثل، وإن حذره من شيء ترك، وهو بشر مثله وهو شخص عادي مثله، لكن لمحبته له يتتبع مواطن ما يحب ويتجنب مواطن ما يبغض. فنبينا عليه الصلاة والسلام
هو أحق الناس بهذه المحبة والاتباع وامتثال الأمر واجتناب النهي. ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي الحديث الآخر يقسم عليه الصلاة والسلام على هذا فيقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والناس أجمعين. فنبينا عليه الصلاة والسلام حقه أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى، ومحبته مقدمة على محبة النفس والأهل والمال والولد. ولهذا ذم الله جل وعلا وتوعد من يقدم محبة شيء من النفس أو الأهل أو المال أو الولد أو أمر من أمور الدنيا على محبة نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره أي بعقوبته يعاقبكم على ذلك إن أنتم قدمتم محبة آبائكم أو أبنائكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموالكم أو مساكنكم على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم معشر المسلمين، إن محبة نبينا عليه الصلاة والسلام لها شأن عظيم، ويجب على المسلم أن يبرهن على تلك المحبة بما ذكرنا بامتثال أمره واجتناب نهيه، فإنه حينئذ يبين عن صدق دعواه، وإلا بقيت الدعوة مجرد دعوة تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا وربك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبون نبينا عليه الصلاة والسلام حبا شديدا صادقا، حتى حملتهم تلك المحبة على أن يفدوه بآبائهم وأبنائهم بل وأنفسهم وأموالهم، يفدونه بكل شيء ويضحون دونه ويقاتلون عنه، ويتقي أحدهم السهام بيده وجسده لئلا تصيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يبذلون أموالهم دونه عليه الصلاة والسلام، ونفسه وأنفسهم دون نفسه، وأهلهم دون أهله. كل ذلك كان برهان صدق على محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا رغبهم في شيء وحثهم على شيء تسابقوا تسابقا إلى فعل ذلك، وإذا نهاهم عن شيء تسابقوا مسابقة إلى ترك ذلك الشيء الذي نهاهم عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فكانوا خير أمة أخرجت للناس بصدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وامتثالهم لأمره واجتنابهم لنهيه. أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه يجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إني أكون في بيتي فأذكرك فلا أصبر عنك حتى آتي فأنظر إليك، وإني يا رسول الله ذكرت موتي وموتك، وأنك إذا مت رفعت مع النبيين، وإذا مت فدخلت الجنة كنت في منزلة دون منزلتك، فأبكي لذلك، يبكي شوقا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
ومحبة له. هو في حال الحياة كلما اشتاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكره ذهب إليه وبرد وأطفأ نار الشوق الذي في قلبه بنظرات ينظر بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمات لطيفات يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وابتسامة حسنة تنسيه هموم الدنيا وغمومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه تذكر ما بعد الموت. إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات هو وصار إلى الجنة، كيف يكون حاله دون أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تذكر هذا الحال وبكى لذلك وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نزلت هذه الآية بشرى لذلك الصحابي ولغيره من محبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه لا يحجب عنهم في الجنة، بل يكونون إن صدقوا في محبته وامتثلوا أوامره وأطاعوه. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، سيكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وإن لم يكن معه في المنزلة سواء، لكنه في منزلة قريبة، يراه ما بين الحين والآخر، يلتقي به ما بين الحين والآخر. وذلك من نعيم الجنة الذي ينعم به المؤمن في الجنة برؤية ربه جل وعلا وبرؤية رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنه صدق التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصدق المحبة له عليه الصلاة والسلام. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو ثواب الله، لمن كان يرجو الوعيد الوعد الحسن في الدار الآخرة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تأسيا بنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. فإنه كان كثير الذكر لربه، لا يفتر لسانه عن ذكر ربه أبدا، لا يفتر لسانه عن ذكر الله جل وعلا، بل كان كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله في صباحه ومسائه وعند النوم وعند الاستيقاظ وعند الدخول وعند الخروج وفي سائر الأوقات، حتى كان أصحابه رضي الله عنهم يعدون له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. هذا في مجلس واحد 100 مرة. ناهيك عما إذا خلى عن أصحابه، هذه الكلمات يقولها وليست هي كل ما في المجلس، بل قد تخلل المجلس وعظ لأصحابه وتذكير لهم بالله وغير ذلك، وإنما هذا الاستغفار فقط. فقد كان عليه الصلاة والسلام دائم الذكر لربه، فلنا به أسوة في هذا، في هذه الخصلة وفي هذه العبادة الجليلة التي نبه الله جل وعلا عليها في ختام الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى كل خير، ويجنبنا كل شر وضير. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله،
سمعنا في الآية قول ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فبماذا نتأسى برسول الله؟ بأي شيء نتأسى به؟ وبأي شيء نقتدي به؟ نقتدي به في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله، نقتدي به في صلاته وفي صيامه وفي زكاته وفي حجه وفي أخلاقه وفي معاملاته وفي بيعه وفي شرائه، نقتدي به عليه الصلاة والسلام في مخاطبتنا للناس وفي الكلام معهم، نقتدي به في بر الوالدين، نقتدي به في صلة الأرحام، نقتدي به في معاملة الجيران، نقتدي به في كل شيء. فإننا مأمورون بالتأسي به في جميع أحواله، فالآية عامة في ذلك كله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام فقد فعل الشيء الأحسن، وامتثل هذه الآية التي حث فيها ربنا جل وعلا على التأسي به. نبينا عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتأسي به في صلاته فيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة فيها طمأنينة وفيها سكينة، يتم ركوعها وسجودها وقيامها ويأتي بالأذكار فيها، يصلي صلاة حسنة مطمئنا فيها غاية الطمأنينة. فالتأسي به أن نصلي كما صلى، وأن نأتي على أقل الأحوال بأقل شيء من صفة تلك الصلاة. فكثير من الناس لم يحقق التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، فتراه ينقر صلاته نقرا لا يطمئن فيها، ولا بل تراه يسرع فيها وينقرها نقرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتأسي به في هذه العبادة العظيمة الجليلة القدر العظيمة المنزلة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فنتم ركوعها وسجودها وقيامها، ونأتي بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها، فإنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. هذه عبادة من أجل العبادات، يحثنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام على التأسي به فيه، على التأسي به فيها. صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام عن عبادة الحج: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. يأمرنا بالتأسي به في حجه وفي أداء هذا المنسك العظيم والشعيرة العظيمة من شعائر الدين وركن من أركان الإسلام. خذوا عني، أي لا يحج أحدكم كما يهوى وكما يريد، بل خذوا مناسككم عني، خذوا عني مناسككم. انظروا كيف أحج، كيف أطوف، كيف أسعى، كيف أقف في عرفات، كيف أبيت في منى إلى غير ذلك. خذوا عني مناسككم. وهكذا في كل عبادة من العبادات أمرنا بالتأسي به عليه الصلاة والسلام. وهكذا بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، كان ذا خلق عظيم أثنى عليه به ربه جل وعلا فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فأخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام هي أطيب الأخلاق، وهي أزكى الأخلاق، وهي أعلى الأخلاق. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، أي الأخلاق التي أمر بها القرآن، كان النبي عليه الصلاة والسلام يطبقها في حياته ويعمل بها في حياته. كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، أطيبهم كلاما، أشجعهم، أجودهم، أكرمهم، أحسنهم معاملة في البيع والشراء وغير ذلك. وأخلاقه عليه الصلاة والسلام كانت كالمسك، بل أطيب من المسك. إي والله، لقد كانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام أطيب من المسك. كان يأتيه الرجل الأعرابي الغليظ الشديد، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخاطبه بجفاء وغلظة،
فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب لطيف وقول لين وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام. حتى جاءه أعرابي فأخذ بحاشية ردائه وقال: يا محمد مر لي من مال الله الذي أعطاك، ليس من مالك ولا من مال أبيك. قال: فهم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يضربوه، يقول: والله لقد أثر حاشية الرداء في عنقه عليه الصلاة والسلام من شدة الجبذة والقبضة. ومع ذلك قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وأمر له بعطاء، أمر له بعطاء. ويأتي رجل من اليهود كان قد اقترض منه النبي صلى الله عليه وسلم قرضا، فيأتي وإذا به يغلظ القول على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتهمه بالجحود، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر له بعطائه، وذلك اليهودي يرفع صوته حتى هم أصحابه بقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، أعطوه حقه. هكذا كانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما رآني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلا تبسم في وجهي، إلا تبسم في وجهي. وحث عليه الصلاة والسلام على مكارم الأخلاق ودعا إلى محاسنها، وهو الأسوة والقدوة في ذلك، وقال: خياركم أحاسنكم أخلاقا، فأين أخلاقنا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ وأين تعاملاتنا من تعامله عليه الصلاة والسلام؟ كان أحسن الناس معاملة للجيران، يعطيهم مما أعطاه الله، يتفقد مرضاهم وينظر في حوائجهم، فأين هذا الخلق منا في هذا اليوم؟ كان عليه الصلاة والسلام وصولا لرحمه، فأين صلة الأرحام منا اليوم؟ كان عليه الصلاة والسلام جوادا معطاء أكرم الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فأين جود الناس في هذا اليوم الذي ساد فيه البخل؟ كان نبينا عليه الصلاة والسلام أشجع الناس، كان شجاعا مقداما، حتى يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا اشتد البأس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس. ولقد حصل فزع بالمدينة، قال: ففزع الناس لذلك فخرجوا نحوه، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راجع، وقال: لن تراعوا لن تراعوا. قد سبقهم إلى ذلك الفزع، مع أنه شيء مخيف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس. وهكذا في كل خلق حميد كريم كان عليه الصلاة والسلام هو السابق فيه، فأين التأسي به في زماننا هذا؟ يا عباد الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن مآثر نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة وعديدة، وسنته مليئة بذكر أخلاقه وشمائله، وبذكر عبادته وطاعته وتعامله مع ربه ومع خلق الله سبحانه وتعالى. فمن طالع سيرته ونظر في شمائله وجد العجب العجاب، وازداد إيمانه وازداد حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحري بنا أن نطالع سيرته وأن ننظر في شمائله وأخلاقه وأحواله، وأن نحاول التأسي به فيما قدرنا عليه من ذلك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين، من اليهود والنصارى ومن شايعهم وناصرهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.
اللهم من أراد بالبلاد والعباد سوءا فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وتدبيره تدميرا عليه، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.